السلام عليكم وحياكم في برنامج ذا كاسبرز، برنامج كوميدي فكاهي بنكهة إماراتية. قبل لا نبدأ أحب أنوه أن كل اللي بيستي في الحلقة بس لأغراض الترفيه، مبقصدي نغلط بحق أي شخص، وأكيد طبعا جميع المشاركين في تصوير الحلقة مسوين فحص كورونا، ولله الحمد النتائج سلبية. لا تنسون تدقون سبسكرايب واللايك وشاركونا تعليقاتكم، وإن شاء الله تستمتعون بحلقة اليوم. السلام عليكم شباب، اليوم شو بنلعب؟ لعبة توقع شو الصورة، جس ذا بيكتشر، يعني توقع منو في الصورة. توقع ان شاء الله تستانسون يا هنا. بيس. Welcome to the Casper Show. اليوم عندنا لعبة. شو اسم اللعبة؟ نسيت يا أخي. ما أعرف. والله. جذب بكتير. نسيت اللعبة. المهم اللعبة بتكون، خلينا نشرح اللعبة عشان نبدأ على طول. اللعبة بتكون براوي وصور. مثلاً براوي عبود صور. أول صورة بتكون زومن. لازم يعرف منو هالشخصية. إذا عرفها من أول صورة يحصل 2 points. ثاني صورة 1 point. بتكون زوم أوت شوية. وثالث صورة هي الريفيل، ما عليها ولا بوينت. عنده وان شانس تو انسر ذا كويستشن مرة واحدة بس. بسألكم سيفوين، ساعدوني سيفو. سيفو جماعة الخير، سيفو صار المالديفز، قرع وصار المالديفز. لازم يقرع. بيطول ان شاء الله ويرجع. أهم شيء، أيوه. أهم شيء. تيك كير سيفو. تيك كير سيف. جاهزين؟ لحظة لحظة لحظة. قول. هاشينا يعني بطولة بام الفوز شيء بطولة والله شيء بطولة مال جزء بيكسر أصلا بالله فارشمنت خايس أهم من هالميدالية من الجمعية سبع دراهم سبع دراهم هاي بطولات شخصية سبع شوف ساكند ولا ما خلصنا جاهزين جاهزين Let's go اول واحدة اول واحدة اللي انت جبتها من اول مرة يلا نبدا يلا نبدا اصبر شوية اول شيء بنبدا بسعيد بما انه مثلنا فوائد اشياء في كاسبرز فنبدا بقائد الفرقة رئيس الفرقة رئيس الفرقة انا برئيس هالطول ابدا سير ليتس جو بنبدا اول شيء بمغنيين مغني سلاش مغنيه عربيه هنديه انجليزيه ما يهم جاهز؟ جاهز؟ عندي انا عربي ما عرفتي عادي غني الغنية غني أبغى يغني غني قاصد جذاك معايا قاصد جسمي بس هرمو 2 points حق سعيد الحمد لله أنا أول واحد عيني عليك شيل هذا ابتسام لك ابتسام من هوليوود يا ريال الفنان الكبير حسين الجسمي اول سؤال سعيد يا ابو صح الحين نسير راعي البطولات مطار المهيري أيوة. شوف اباك تمتعني اليوم ان شاء الله ان شاء الله جاهز لا لا صبر والله انت شي انت شي يا اخي والله ما حد يقول اعطيت لي شيء صعب ترى كله صور مرتبين الصور يعني على حسب وين انت جالس احنا لازم نسوي قص على الموضوع هذا اذا القص غلط نصير الصور اللي بعدها زوم اوت يكون اسهل انزين اروم اسالك سؤال تفضل انا اقرر شو اصل المغني هذا ما اقدر اجاوب على السؤال بس بتعقد الجامد والله اطلع برا شو لا جرب جرب قلت لك قص ما تعرف والله عادي تطلع صح ترى يعني تعرف مغني مصوبهم يلا تعال مطور قص والله ما اعرف اي اسم اي اسم اي
اسم. محمد محمد شو يسمونه العراقي؟ قول 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 صح. محمد قول. غلط اسمه محمد. اوكي بس اوكي طوف. والله ما اعرف. شو؟ والله ما اعرف. ما رايك كيف عايشين الصراحة؟ ما اعرف. انا ما اسمع اغاني اسمع قرار. انا اتفق. السلام عليكم. انا الصراحة مستعد اطوف. انا ما اسمع. انا مغني مهم جدا وما ادري شو بس. اضف لعب شيء اسمع. بس انت عرفته صح؟ انا عرفت. اوكي. ما في ستيل؟ عندي ستيل. اوكي بعطيك جنسية. بعطيك جنسية حرام. ما اسمع اغاني انا. احس انا. ولا لا لا عقلك يمكن تفوز لان عقلك الجرف لا لا. صح. ما بغيت جرف حظ. شوف يعطوني بس من وين والله. لا انا بقول. ما بعرف. سعيد عبد الله موافقين اقول له من وين؟ صدقوني ما بعرف. لا احس فيها. صدقني ما انا عادي خليك. انا اقول لا. اضف كانت لي واحد واحد. يلا قول. من وين؟ ما نقدر خلاص اقف ابا قول اي اسم ما اعرف اسم اسمه محمد ده الاجابه هي لحظه ما اعرف ما ادري المهندس تعرفني ولا ما تعرفني والله دقيقه عندي هاك اليوم يارس بالسياره يصور ستوري مشغل ماجد مهندس ده انا اتذكر والله عشان تشي صدمني ابو الجاز لا احيتر العبود يعني احس انا حركت يا ناس عبود عنده تراست 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 انا عارف انا الحين حاط صوت بنت العرب اعطني مواد المهندس انا ما اعرف لا 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 عبود عبود انا اول شيء مو بنفس مطلوب يا اسمع اغاني انت صار صار عبد الله عبد الله عظمة المغنيات اللي تعرفهم قال لا انت اول شيء من وين تحس هذه الجنسيه قال لا عبد الله تحس عربيه انجليزيه كيف عربيه يعني اوكي ما عندك عربيه عربيه اسامي مغنيات عربيه شكلك شفت ما بقول لك ما في اسم واحد قص واحد شكلك شفت اسم لا عقب بخليه يختار من الكوشيه عرفته كوشيه صح كوشيه اسمه صح سويك اربع قول اسم بس قول اسم غلط فيروز غلط وين اي ثينك خلاص عمود اسهل عن شيء مهم ايه انا مش رايك تلعب كل ما انا عرفت انا زمان عمود يكان تقدر تستطيع انت تقدر اعرف مخك انت مو انت وانت جيعان صح ما اقدر اكل انا شيء سنيكرز يلا يلا يا عبود انا ما اعرف قص قص سلام بنروح لاشياء يعني جماد مو مو شخص مو بحيوان اشياء جماد اشياء جماد جماد المطروشي ما يصير زين ما ادري ابوي شوف انا ما ضحكت انا ما ضحكت انا خفت جاهزين 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 بنبدا باقل واحد مطر حلو لا خله هذا انت اختار متى تبغى لا الاقل واحد ما قال اقصر واحد اوكي طيب انا من ببدا انا انت بتبدا إيه؟ القرار عنده انا ايه ايه ما بلعب يعني جمال عادي كل شيء كاب اكل بنايه اي شيء احمد لا تضحك طيب يضحك انت اذا انا تعرف انت تعرف شوفني شوفني السواب اللي بعد انت بتعرفه 100% فجرب حق. عندك يا 2 بوينت يا 1 بوينت انا اتوقع انك بتعرفها تحصل في القريه العالميه ما اشتي تقول تحصل كل مكان تعجبني جواب صح تحصل كل مكان عود غلط اوكي اوكي انت عرفته انت عرفت عرفت تذاب 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 يعرف يعرف مو مال هريبو بعطيك النقطة قالي بير بعطيك النقطة صراحة لا لا حلو حلو يستاهل النقطة يستاهل النقطة يستاهل النقطة لا لا عليك قريبة قريبة صح عبود وسعود حجرة ومقص من بعد ما طول يلا حجرة ورقة مقص
حجره ورقه مقص حجره ورقه مقص استني اول ابسود مقص طب يلا انا قاعد اروح يا حبيبي اوكي ايه الثانيه يا اخي حسعر بما ان عبود احس السوايب الثاني بيعرفها هل السوايب شوي صعب انا اتحداك ان عبود بيعرف الحين عبود بيعرف يقدر يقدر ترى يقدر يعرف انا والله اثق في الانسان بس انا اقول امي بامي بيعرف السوايب الثاني انا عبود يعرف عبود يعرف احمد شكله ما اعرفه عبود يعرف لا لا يعرف يعرف صدقني انا اعرفه يا جماعه عبود يعرف اي 20 درهم اه 20 درهم حطاني عبود يعرف من اول صوره اقول لك احمد كذاب اخر شيء بيشرب بس ياكل زعتر ترى لازم اقول شيء سبيسيفيك هو شيء اقدر اقول خلقه لا هو شيء سبيسيفيك لا هو شيء سبيسيفيك هودي غلط والله توقعتك تعرفها من البدايه يعرف 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 تمثال ستاتشو صح اعطيني نقطه الصراحه يستاهل نقطه انا قلت ستاتشو من اول مره كان أنا أعرفه برج العرب والله أنه كبير القصير والله أنه كبير يا جماعة هالجيم هالجيم نقاط اليوم نقاط لحظة إيلس تعال اليوم كاسبرز هو نعين الصراحة بالذكاء خلصنا من الاشياء الجمال الاشياء الثابته اوكي الحين كل واحد يشيل الجرس اللي على الارض خلصنا من 6 صور الحين هاي صور شخصيه الحين بنلعب اسرع واحد يدق ويجاوب واذا جاوب غلط يطلع برا الاثنين الباقيين عندهم شانس ان يحصلون النقطه ونفس النظام في السوايب الاولى 2 بوينت اوكي نفس الشيء الثاني 1 بوينت الثالث 0 وانا اقرر متى السوايب يوم بشوفكم كثره ما تعرفون اوكي جاهزين يلا شنو الجرس عطنا الله يخليك اي واحد اختار انت فايز اربعه بلاك زي غش بلاك خمسه انا خمسه خمسه أربعة. ثلاثه لا كنت اثنين اربعه لا يبغى يغش اربعه واحد اثنين صح صح انت 5 سنتي مش يلا جاهزين جماعة الخير ثاني مره عادي بس مش تحت الطاوله كل حلقه انا في صير صراحه سعود والله يعني ليش الحين يالس ويتكلم وقف يتكلم شوف بعد ولا اخذ نزل لي احلام اقول لك نزل لي خليك سبح لا 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 والله ما يضحك والله ما يضحك لا بس خلاص والله يلا 3 2 1 عبود 5 انا الثاني واحد 4 3 2 ستارفيش غلط سعود اناناس صير والله صير يا جماعه انا بس حاب ابى اقول لكم شيء عن الفوز سعود قلوب خلاص انا بس بغيت اقول لكم شيء ان ترى الفوز يا يا جماعه يا جماعه يا جماعه انزل يا جماعه انزل الصوره الثانيه يلا 3 2 1 جو عبود والله ما تعرض مع احمد صح ريال ام سو كلوس والله ريال دقيقه في واحد متوهق هني بلا بعد يفكر الصوره موجوده بعد يفكر دق الجرس قبل تطلع الصوره شفت ايش سوى بس دق الجرس غير القانون 3 ثواني عشان نتجاوب عشان ما حد يفكر ايه يعني اوكي جاهزين 3 2 1 جو
بيتها جماعة الخير حديقة بيتنا لا تكركتها صح تيري ريري يا ابني مولع القصير اي يا ابني لحظة مولع صورة شو؟ هاي صورة كاسبرز هاي مو حديقة بيتهم صورة كاسبرز انا اغير يعني هاي هاي بساعد نقطة مو بنقطتين هاي صورة كاسبرز بس كان الجواب صح المكان المكان صح بس ما يحسب المكان انا الهوست وعطيك سوري سعود سعود اعطيك نقطه ايمس الحين انا وصلت الحين انا ترى وصلت فايز فايز انا اسعززك واقول لك يلا بصير فيه مطور صار نقطتين كم كان الفرق بين عبود وسعود عبود ومطور اربع مطور كان نقطتين نقطه اخر سؤال في فرصه والله اذا قلنا جالس قبل ما تشوف الصوره هذني سؤالين باقي لا لا ما بعطي سؤال بس ما تكفى حق عبود لان عندي تشانس انه يرجع للجيم صح صح سنيك 3 قال جواب قبل لا يشوف الصوره 1 سعود سعود ما جاوب مطر عبود بسرعه بسيط بيج بن غلط عليها 3 2 شو ساعه اي ساعه 3 تايمر ساعه لهني سويت سوايب 3 ساعه في السعوديه صح والله عارف. صح صح عبود انا قلت صح. انا قلت انت تشوف شفت انا ايوه بالضبط اول ما شفت بعد قال انا لا ترى هي انا شفت العلامه علامه في النص كنت بقول صراحه اختياراتك جميله لا قلت لو جاوبت غلط برا انا بالنقطه حلوه والله بس عبود انا بينج فير صح صح لا غلط خسارات صح الحين فيديو تايم فور كم باك شوف الحين فيديو يصير ريفرس يعني الايتم بينكشف اخر شيء يعني تنت يعني تنت الفيلم شفت اني موجود حبي حطه جاهزين؟ جاهزين 3 2 نيفر جيف اب شو جوابك؟ هذا احمد شوف ما طول ما يصير جواب ليش ليش ليش؟ ما يصير تشوف الفيديو تيس هذا احمد ما شفت الفيديو الايتم في ايد احمد انت ما شفت شيء قالت ليش تدق انا ما دقيت هذا دق سوي زوم يعني انا ما دقيت انا ما دقيت هو دق اوكي ايه شو جوابك ما عيد الفيديو لا جاوب اوريدي قال احمد الايتم احمد حاط ماسك مال لاكاسا دي بابل جاوبك بعد برو ذات شيء لا تستغبر لا تستغبر بخيلك ايه عندك فرصه انت تبغي تجاوب لا بنعيد الفيديو الحين من البدايه اللي يدق بس يسوي باك على طول ما يرم يدق لا بس مو وجهه لا الحين انتو ثلاثة انا اشوفكم انتو 1 2 3 عبود ورقة غلط مطور وسعود عندكم اخر تشانس 3 2 1 جو سعود يقدر ينقذ عبود مطور صحن صحيح صحيح جواب صحيح دقيت قبله لا 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 دقيت قبله دقيت على فكرة دقيت قبله لا طب دق قبل بيبر بليت نص متأكد دقيت قبل لا متأكد بيبر بليت يعني أنا متجدد متجدد رد مداري ليش ليش أنا متجدد لا تغش ما غشيت كم النقاط الحين يا جماعة سعود كم 15 ما هي 20 ما يهمني مطور عبود عندنا تعادل لا ولا صح لا لا انا متجدد عندنا تعال بنطلع صوره زياده ونرجع لكم انا صراحه اكتشفت شيء انتم تيسون تقولون سعود قصير سعود ما اعرف شو ما اعرف شو انا انسان امشي بكبر العقل وسعود اكبر عقل هني سعود عيسني حبيبي سعود برع على التحدي انا احب هالانسان سعود برع على التحدي يكون التحدي فاير روند بين مطور وعبود ركزوا هني هني ولا هني؟ لانه والله البانشمنت كيف تبغاني اركز فا والقمر جالس تدور بلف والله انا الحين اتمنى مطور يخسر انا اتمنى مطور يخسر جاهزين انتوا الاثنين؟ ليتس جو 3 2 1 جو اوكي مطور فوكس ليتس رايت انسر ملك الفاير راند صراحة كبير يا عمرو أول مرة. قلت لكم أنا أفاجئكم. عرفت صح؟ أنا
أنا ما أخسر. وخلصنا التحدي والخسران. لا ترفع ايدك، لا تسألني عن الحيوانات كلها مرة لأنك حيوان. الحين كلك يا تلبيت، أنا تلبيت، أنا تلبيت. مطار صدمتني. كفو والله كفو. كيف؟ والله ما أعرف صراحة شكرا لصالح. اخوي عبد الله ممكن ما يستي تباشر. لا ما استريح. مفتاح مطرك ليش؟ مفتاح مطرك؟ مفتاح مطر عبود؟ لا انت شو تبغى؟ لا خلاص خلني اقرا يا اخي. Dear loser, get into your car and follow us على انستغرام ولا تويتر ولا ايه. لحقنا وايد صار. ليتس جو جماعه، ليتس جو. بس دلوقتي لحقنا انواع وات نايس. اي لايك ذات. جماعه الخير، عبد الله الحين ساير يجهز عمره. هي عمره حق ال البانشمنت. شو البانشمنت سعيد؟ انا والله ما اعرف. فهد هذو فهد بالسياره. يا علشان يجهز البانشمنت. تعال هني وين ساير؟ تعال. البانشمنت مالي اوبر وصل. يلا شباب يلا بنجهز وراجعيكم. انا بعرف شو البانشمنت بس طانس. بس من عبود؟ عبود هادو ترى ما تشوف واحد الحين جاي. شوف واحد زعلان. موتر واحد زعلان. لا 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 سوري، موتر واحد خسران. اوكي اقول له الحقنا. ايه عباد تعال سمعك يعني. ايه ركز. طبعا جماعه حزام الامان مهم جدا في السواقه، فالتزموا ب خلك تعال. وابوك شو كشاف؟ وين جاي شو نقع فيه؟ احمد اجيب الكاميرا صوبنا. بس جماعه انا ما اعرف شو شو البانشمنت. ما تعرفون شو البانشمنت للحين؟ لا والله ما والله بانشمنت. هو بنسير عند فندق فايف هناك. اوكي ليش بنسير عند الفايف؟ ليش؟ لانه زحمه عند فندق فايف. حلو. بابليك هيوميديشن. بند اوكي. بنوقف عند فندق فايف. حلو. بنباركن زين مكان فيه زحمه يعني لازم. وياي بيض وماي ورمر. بنخيس موتر عبود. والله بيعوره والله العظيم. بس الا عبود راعي الموتر عبود ما تخيس موتره. جايب حليب بعد. حليب طازج مع سكر والكريمه. بس شرط جماعه، جايب ادوات نظافه بعد. غسيل سياره عليه. هو اللي بيغسل طبعا. يعني احنا بنغسل يعني. انا فايز. هو اللي بيغسل يعني. يا بلا صابون فوطه كل ادوات عندنا في البيت. هو بنخيس موتر احنا وهو بينظف. بس شي ملل. نايس والله. نايس حليله ورا طالع والله. وحليله مسكين والله ما يعرف شو السالفه. اي واحد يبي غسيل موتر اي 5 بنكلم عبود يغسل ببلاش. الحمد لله اني عرفت فوكس. عبود ورانا. شوف مخ عبود الحين يمكن يتحرون ينقص عليه اللفلف فيه شي. بس لا احس شي متوتر وايد. عبود ضايع. شوي وين نوقف؟ يا جماعه زحمه. خل حد في باركنج. لا اذا مو ترى يخيس. خلي باركنج على اليسار هني دايم اليسار. قول له باركن. هي انت باركن يمين. صح ولا انت دور باركنج؟ صح انت دور باركنج. خلي له باركنج. يقدر يباركن هني. يروم يروم يصير مو ترى بعدين. زحمه وين نوقف؟ لا
بندور بارك بس خليه يركض. نوقف هني فوق؟ ايه اي مكان كذا تقدر على مكان تقدر. انا جاي اضحك من جاي ادور باركينج. فنشمنت شيء يخص الفندق؟ ايه. والله اخوي انا افضل ان انت طبعا تقول ايه صراحة. نسانك حلو بس والله بس شوفوا وين شوفوا يا عبود غاسل غاسل الموتر شوف اليوم شوف شوف يلمع ما شاء الله ما شاء الله عبود غاسل الموتر اليوم ما شاء الله عبود لا ما بس مكان ما بس مكان هات فيسك انا اللي بيبدل جوتي بس لا مفر تفضل عبود انت راضي بكل شيء صح يا جماعه موتر حار لا؟ حار ايش رايك نسوي بيضة طماط؟ والله زين شو موجود؟ شلال الواحد يشيل البيضة لأنه بيسوي بيض انتو بيض عيون بيض طماط واملت عادي طيب يلا شوف عبر بداية عبر بداية شربة لا ما يكسر شي شي عرس مطور؟ لا 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 جرب على راسي أنا شوف أقوى أوه الله صبر 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 لا لا صبر داميدك انت فيها جسمة. ارتم لوحه لوحه ارتم طبعا انتوا لما تسوون البيض يعني بيد وحده بس تعال حق الحق الحق نشر مخول الطريقه لا 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 صحيحه عشان البيض دقتين شي دقتين شي ايوه دقتين عقب تفتح شي اوه زين ترسم قلب شوف كيف لحظه لحظه استعمل خاشوقه شي فرق شي زين اوكي في غلوب يعني اخر واحدة لازم على الباب الصراحه لا ترى تعود ها ما يطيح ما يطيح اوه لا لا يا جماعه انتوا ما اخترتوا الا السياره اقول لك اول ما قالوا لي انا قلت الا عبود انا الحمد لله الا عبود الا عبود وين الكيس يا جماعه يا جماعه يا جماعه تعود هلا البيض ما يمشي بدون حليب صراحة يعني انت تاكل بيض لازم تشرب حليب شوي عرفت؟ لازم تشرب حليب حليب بالعسل يا جماعة حليب بالعسل حليب بالعسل لا انا اخاف يصير على المكينة وشي بولش اوه ماي جاد والله خسر اوه ماي بس دائما اخرب لا بس مكينة ضبط ايه هناك لا تصب عشان في شيء في شيء ولا تشيكن ليش مو لا 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 عادي بيصير بيه اوكي عادي عم نطول على او ماي جاد انا راضي والله لسه نهبل والله مو صح والله أنا أقول أن الأترو عند عبود صراحة بما أن غسيل سيارات عدوا من الأوفر عدوا من غسيل بكم شوف اتصلوا أنا بأي بيتكم إذا قبل الساعة 6 20 إذا عقب الساعة 6 30 لأن عندي ويكند لازم أجهز أنا المهم ضحكتوا استأنستوا أنتوا والله وايد في أبسود يا أبسود يلا يلا